النهاردة يا حبايبي عملت لكم علامة جميلة جدا جدا من بواقي القماش. تابعونا الفيديو من الاول للاخر وان شاء الله هتستفيدوا منه باذن الله. وبتاخد اقلام عدد كبير جدا. ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده باذن الله هنعمل مقلمه من بواقي القماش. ده قماش تنجيد اهو، ده فاضي خالص. جبت قماشه ساده تبع الايه الالوان المتاحه، تمام. بعد كده يا حبايبي دي حوالي 25 × 25 سنتي. هاجي هنا عندي قماشة اغمق شوية، كان نفسي في اللون يبقى بني غامق بس ده المتاح معايا. اللي عملتها اول حاجة دي حوالي 25، طبعا عشان عرض المقلمة في دي كام 8 سنتي، ده 4 سنتي وده 4 سنتي 8، وعملت ايه خط في النص، يعني عملتها 8 × 25 وطبعا عملت خط في النص هقول لكم دلوقتي. بعد كده جيت انا عملت ايه خطوط كده عشوائيه، جاي ايه نص دايره كده زي ما انتم شايفين، تمام اهي. هاجي بعد كده هاجي ايه اثني القماشه دي نصين عشان عايزه دي هقصها الاخر يبقوا الاثنين قد بعض. عشان اثبتهم ببعض هجيب ايه دبابيس كده، اي دبابيس وايه واثبتها كده عشان ايه يبقوا الاثنين قد بعض ومظبوطين، تمام. هم جاي اصلا من هنا كده اهي، هشيل دي وابدا ان انا ايه اقص على الخط اهو ده. تمام اهو هرجع. انا ممكن على فكرة انا ممكن اعملها على الجهة دي، خلاص انا اعملها على الجهة ايه الغامقة تكون احلى، تمام. هعملها على الجزء الغامق. هقوم انا جاي دلوقتي مش هلزق الديل برا، انا مش هلزق الديل برا كده، لا الجزء الزينة ده اللي هو الجزء العامل ده يبقى هنا، يبقى جاي لجوه كده، تمام. ده هنا ودي ايه ودي هنا كده، وابدأ ان انا ايه الزق بالراحة، احط ايه شمع خفيف هنا كده تمام شايفين، وهنزل الجزء ده كمان اهو. بعد كده يا حبايب هجيب السوسته دي كده في النص اهي، تمام اهي، وجاي لازق دي هنا كده، لازق دي هنا كده. بعد كده يا حبايبي هلزق الطرف من هنا كده، تمام، ومن هنا كده من الجهة التانية. هاجي بعد كده الشريط ده هقص اتنين اهو، هقلبها هجيب الشريط اللي انا عملته اهو، تمام، هلزقه من هنا تمام، والزاوية من هنا كده
من هنا برضو. بعد كده هزقه جزء من هنا صغير كده وجزء من هنا تمام، ومن هنا كده اهو وهنا كده، واقوم ايه ابدا ازق الجزء الصغير ده ايه هنا بالشمع. كده حبيبي هزق الجزء، حاطه شمع هنا خفيف كده وهزق الشريط الجميل ده هنا كده. طبعا ايه لو في حاجة زي ده هقصها كده مثلا من هنا كده تمام، من هنا برضو كده هبدأ ان انا ايه احط شمع خفيف وانسى تمام. اي حبيبي تمام، عشان اغطي الجزء ده من هنا كده هبدأ ان انا ايه هقص ازق ايه حتة كده هنا في النص هنا وهنا. اي حبيبي بعد كده حبيبي ده شريط ساتان زين اهو، قصيت ايه جزء ده ايه من تمام وردة عايزة دي هنا كده وهنا كده، والجزء الباقي اللي هو اللي بيلمع برضو في شريط الستان هلزقه برضو. يعني انا قصيت الوردات لوحدها وبعدين هلزق الجزء ده ايه لوحده يدي ايه شكل كده في المقلم. هنحط بقى فيها اقلام واسعة وجميلة اهي تاخد ما شاء الله. أو هكذا إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشير لكل اصحابكم وحبايبكم. يا حبايب والسلام عليكم ورحمة الله.